قبل كل شيء أنا عمر فاروق وأبي أقول أعتذر إذا حسيت في كلامي إني قللت من احترام أي أحد. دام هدأت الأمور يلا أخبركم شنو صار في 40 ثانية. في رمضان طلعت في لايف مع علي نجم وسألني خطبت عن حب أو تقليدي وجاوبته الجبنات يزوجهم أمهاتهم. اقتباس قديم للكاتب نزار قباني. بغض النظر مرت الأيام انتشر مقطع في السوشيال ميديا واللي يعتبرون متزوجين تقليديين إهانة لهم الأمهات اللي زوجوا عيالهم بعد. لذلك اعتذرت في تويت بإني ما أقصد لكم كل الاحترام. الموضوع تطور ودخل نواحي مختلفة، البعض اعتبره مساس للدين، البعض اعتبره تعدي على العادات. عموما خلاصة السالفة، إذا رجع فيني الزمن هل بقول نفس العبارة؟ أكيد لا، بقول وجهة نظري لكن من دون استفزاز. غلط لما بوصل وجهة نظري إني أطق الوجهة نظر الثانية، هاي شيء مهم تعلمته. آخر شيء، الزواج قسمة ونصيب صح؟ كل واحد يشوف اللي أريح له وأنسب له ويؤمن فيه. الله يوفق الجميع. سلام.